أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، سائلة تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة المعذورة شرعا الجلوس في ساحة المسجد لحضور اختبارات الدورة وجزاكم الله خيرا؟ لا تدخل في المسجد، إنما تكون خارج المسجد، يكون لها غرفة أو مكان خارج المسجد. نعم. أو تكون في سيارة، في سيارة خارج المسجد، وتتلقى الامتحان وتراقب، يصير معها مراقبة تراقبها. نعم.